بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وزلنا وإياكم أحبتي في الله في تفسير سورة يوسف عليه السلام. وصلنا إلى المشهد أن الأبناء يراودون يعقوب عليه السلام لكي يأخذوا بنيامين. فوصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله. فهنا يعقوب عليه السلام يؤكد على هذا الأمر، ما قال لن أرسل، ما قال أتوني موثقا ولا ما أرسله، لا، قدم عدم الإرسال، يعني بالتأكيد بأني لن أرسله معه، واضح؟ فقدم هذا الأمر لكي يؤكد لهم ليس كما فعلوا مع يوسف. فالأمر يعني جد، فقال لن أرسله معه. ثم قال حتى تؤتوني موثقا من الله، تعاهدوني معاهدة وثيقة، مع أن بنيامين كان رجلا، ما كان صغير مثل يوسف عليه السلام، لكن مع ذلك شك وخاب، يمكن يسوون فيه بعد مثل ما سووا في يوسف، الله أعلم، صحيح هو كبير لكن الله أعلم، فخاب، قال لن أرسل معه حتى تؤتوني موثقا من الله. لتأتني به، وهنا استدرك يعقوب عليه السلام، قال إلا أن يحاط به، لأنه لم يقل، لو ما قال له إلا أن يحاط به، قال لازم تكون لي، تعطوني لازم تكون لي، يعني لو تموتون لازم، واضح؟ هاي معناته، لكن قال إلا أن يحاط بكم، يعني صارت أمور، صارت ظروف، قدر الله عز وجل حالة بينكم وبين أن تأتوني به، فأنتم معذورون، فأعطاهم مثل ما يقولون خط رجع، قال إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم عدو أو أي شيء، فلا تستطيعون أي شيء، قال إلا أن يحاط بكم، فأتوا المواثيق والعهود على أن نأتي به. فلما أتوا موثقه قال الله على ما نقول، قال هو على ما نقول نحن، يعني الذي قال واحد عنه، أي معناته قال واحد عن العشرة نحن، واضح؟ أي معناته قال أي شخص واحد عن المجموعة ككل، قال الله على ما نقول وكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، والوكيل أي معناه هو الذي توكل بتصريف أحوال العباد بأرزاقهم وبحاجاتهم، فهو الوكيل عليهم، هذا معناه الوكيل. قال أهل التفسير أن يعقوب عليه السلام كان مؤمناً بالله إيماناً جازماً، وأراد أن يوضح لهم قضية القضاء والقدر، أريد أن تأتوني به، لكن الله عز وجل إذا قدر وشاء فلن يستطيع أي إنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم وصاه عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وصاهم قالوا أنه خاف عليهم من الحسد، 11 شابا، يعني بما أن يوسف كان أخذ شطر الحسن، فأكيد إخوانه عندهم نوع من الجمال والهيئة الطيبة، ف
فلذلك لو دخلوا 11 رجل بهذه يعني قد يعانون أو يحسدون أو يشك فيهم أنهم يعني كأنهم مجموعة يعني. فلذلك خاف عليهم فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. تجعروا الأول المدن والقرى يكون عليها سور وباب شرقي وباب شمالي وباب جنوبي وهكذا. فقال لا تدخل من باب واحد، كل 3-4 يدخلون من باب. ثم قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء. إذا الله أراد شيء أن يقع يقع، لكن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي حط البعير عند الباب باب المسجد، قال يا رسول الله الناقة أعقلها أربطها بالعقار ولا توكل على الله خليها؟ قال له اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب، ذاكر وتوكل على الله، تنجح ولا ما تنجح هذا بيد الله عز وجل. أنت اجتهد في الأمر وأخذ بالأسباب والباقي على الله، هذا هو الأصل، هذا الإيمان بالقضاء والقدر. لا تدخل من باب واحد وادخل. وما أغني عنكم من الله من شيء، إذا الله رأى شيء سوف يقع. يعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم لله، الحكم القضائي. هذه الكلمة قالها يوسف لمن؟ لأصحاب السجن. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي الحكم الشرعي، ما يشرع إلا الله. وهنا قال إن الحكم إلا لله، أي إذا قضى أمرا وقدره يقع. فهناك إن الحكم إلا لله أي التشريعي، وهنا إن الحكم إلا لله أي الحكم القضاء والقدر. واضح هذا الفرق بينهم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت، فأنا متوكل على الله لكن أخذ بالأسباب، أقول لكم فعلوا كذا وكذا لكن أنا متوكل على الله وأعتقد أن ما أراده الله سبحانه وتعالى أن يقع سوف يقع ولو أخذت الأسباب لمنع ذلك. واضح؟ قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، فهو الوكيل سبحانه وتعالى. ولما دخلوا يعني هنا طاعوا الوالد، طاعوا أبوهم، كل 3-4 دشوا من باب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم طاعوا وسووا اللي قال عليه، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. الله عز وجل أكد على هذا الأمر، صحيح تباعده وكل 3 دشوا من مكان، لكن لو أراد الله عز وجل شيء لهم لوقع. وما كان يغني عنهم من الله من شيء. قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. أي هذه الآن شرط مثل المثل، واحد الذي ليش والله حاجة في نفس يعقوب. قالوا ما هي الحاجة؟ كثير من المفسرين قالوا الله أعلم بها، حاجة بنفسه قضاها. هل القضاء هي الحاجة؟ قالوا لا. إذن ما اللي قضاها؟ قضاء إيش؟ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هل اللي قضاء هي الحاجة؟ قالوا لا. طيب ما هي التي قضاها؟ قالوا الوصية، وصاهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة فقضوا هذه الوصية، هذا كلام. وقيل قضاها أي الحاجة. طيب ما هي الحاجة؟ اختلفوا في الحاجة. قال بعض المفسرين لا نعلم ما هي الحاجة لأن الله عز وجل ما أخبرنا بها، فهي في نفس يعقوب فلا نعلم ما هي. بعضهم قالوا الحاجة هي سلامة الأبناء. الحاجة ليش وصاهم؟ علشان السلام. وقيل هذا بعض المفسرين قال وقيل الحاجة أن يفهمهم ويعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر. يوم قال لهم خذوا كذا كذا وما أغني عنكم من الله من شيء، يعلمهم
ان لا تدخلوا بالاسباب ولا تتكئون على هذه الاسباب. قالوا هذه حاجه، والصحيح ان الله اعلم بهذه الحاجه. قالوا حاجه بنفس الا حاجه بنفس القضاء. ثم قال وانه لذو علم لما علمناه. فالله سبحانه وتعالى علم يعقوب هذا العلم، التوكل على الله والتوحيد والإيمان بالله، ولا يعتمد على الأسباب، يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهناك قالها مع يوسف أيضا نفس هذه الكلمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بالقضاء والقدر، لا يؤمنون الإيمان الحق بالقضاء والقدر. من يومين واحد قال لي نحن مسيرون في كل شيء، وما عندي أي شك في ذلك. من يومين تعال كيف شلون الله يحاسبك إذا أنت مسير؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ولا يفهمون. الأخذ بالأسباب، بعضهم يعتمد على الأسباب وبعضهم لا يأخذ بالأسباب. ليش المعون مكشوف؟ والله إذا الله راد يدش فيه، وإذا الله راد ما يصدني مرض. لا، خذ بالأسباب، غط المعون، خذ بالأسباب ولكن لا تعتقد بالأسباب. واضح؟ هذا أمر مهم. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نتوقف عند هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.